آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتدارس فيه سويا ونتدبر فيه سويا بعض آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى عن طريق معرفة أسباب نزول هذه الآيات، نتعرف على واقع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى واقع الصحابة رضي الله عنهم، نأخذ من واقعهم ما يصلح واقعنا إن شاء الله تعالى. الآية اللي معانا النهاردة آية الحقيقة إحنا كلنا محتاجينها، لأنها من المبشرات بانتصار الإسلام. الله عز وجل يقول فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. هذا المعنى معنى أن الله سبحانه وتعالى سيتم دينه وينصر نبيه صلى الله عليه وسلم متواتر في القرآن وموجود في أحاديث كثيرة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يتحدث في القرآن عن إتمام نوره وإظهار دينه، فيقول: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالمعنى إنه ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتم ولا بد أن يظهر. الله سبحانه وتعالى في سورة النور يعد المؤمنين بأنه سيستخلفهم، فيقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا وعد يعني صريح من الله سبحانه وتعالى إنه سيجعل أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أئمة للناس وولاه على الناس، وبهم يصلح الله عز وجل البلاد ويخضع لهم العباد. والتمكين على الأرض يسبقه طبعا التمكين للدين في قلوب الناس. أيضا هناك آيات عديدة في القرآن بتدل على أن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده المؤمنين، فيقول تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله عز وجل يقول: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وربنا سبحانه وتعالى أعلمنا أيضا في القرآن أنه لا يترك الكافرين بل يعد لهم، فيقول تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ويقول: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويقول: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إذن آيات كثيرة متنوعة في القرآن العظيم تؤدي كلها معنى واحد، وهو أن الله عز وجل سيتم نوره وينصر نبيه صلى الله عليه وسلم مهما بذلنا
أن الأمور تسير في عكس هذا الاتجاه. أحاديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بتؤكد المعنى ذاته، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، زواها يعني جمعها وضم بعضها إلى بعض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. معنى ذلك أن الأمة الإسلامية ستملك مشارق الأرض ومغاربها. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: ليبلغن هذا الأمر، يعني هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار. يعني شوف الليل بيروح فين وشوف النهار بيروح فين، فالأماكن التي يبلغها الليل والنهار سيبلغها هذا الدين. ويؤكد على هذا المعنى فيكمل: ولا يترك الله بيت وبر ولا مدر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. يبقى هذا الدين سيدخل في بيوت الناس جميعا، مهما كان نوع البيت، سواء كان من الخيام أو من الحجارة أو من النباتات أو من أي أنواع البيوت، الإسلام سيبلغ للناس جميعا. الصحابة رضي الله عنهم عاشوا بهذه المبشرات الكثيرة بانتصار الإسلام وحققوها في واقعهم، لكن بعد ما تحققوا هم بالإسلام أولا، لأنه نشر الإسلام بين الناس، نشر هذه القيم العالية بين الناس يحتاج إلى من يحملها، وإلا سنذهب للناس بدين لا ندري عنه شيئا. لذلك الله عز وجل يقول: وإن تتولوا، يعني عن التمسك بهذا الدين والدعوة إلى هذا الدين والدفاع عن هذا الدين، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إذن هذا لن يحصل، النصر لهذا الدين لن يحصل إلا إن تمسك المسلمون به. والتمسك بالإسلام أمر تكليفي من الله سبحانه وتعالى، فعلى المسلمين إن هم يتمسكوا بهذا الدين. إن تمسكوا كان هذا التمسك سبيلا لنشر هذا الدين وسبيلا لانتصار هذا الدين. طيب، إن رأى فينا الكفار أو الغرب مجرد ناس مقلدين، فعندها لن يجدوا عندنا ما يدعوهم إلى النظر في ديننا. لذلك أول خطوة هي إن إحنا نتمسك، نقدم نموذج، نقدم مثال. ولما نقدم نموذج ونقدم مثال، فنقدم نموذج ومثال في سائر جوانب الحياة، مش بس في العبادة ولا في حفظ القرآن ولكن في تخصصاتنا المختلفة. يبقى الطبيب المسلم أفضل طبيب، المهندس المسلم أفضل مهندس، يبقى المسلم بأخلاقه وتعاملاته وذوقياته الرفيعة أفضل إنسان يمكن أن يتعامل معه الناس، وهكذا، بحيث الناس تبقى كل واحد فينا إسلام يمشي على الأرض. إذن هذه مبشرات من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي في أشد، إحنا بنحتاج لهذه المبشرات بين حين والآخر، نذكر بعضنا بها، لأنه ده منهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في عز العذاب الذي كان يناله أصحابه رضي الله عنهم في مكة، يأتيه خباب بن الأرت ويقول له: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لقد كان من كان قبلكم ينشر بمنشار الحديد من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه، لا يصده ذلك عن دين الله شيئا. ثم يبشره النبي فيقول: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة أو يسير الراكب، الضعينة يعني المرأة، من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. فإذا في حالة من الأمان التام، بحيث صارت الديار ديار إسلام،
احنا بنقول ديار اسلام يعني ديار امان، ديار عباده، ديار اخلاق. فالمسلم والكافر يامن على نفسه في هذه الديار، لذلك الاسلام امن غير المسلمين وسماهم اهل الذمه، يعني الذين يعيشون في ذمه المسلمين. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا ايضا منهجه عندما اشتدت الامور على الصحابه في غزوه الخندق، وتجمع عرب الجزيرة جميعا على رسول الله وقرروا أن يبيدوا المسلمين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق، ولما صعبت عليهم الأمور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ضربة بمعوله لصخرة كانوا يستصعبونها، قال بسم الله، فضرب صلى الله عليه وسلم ضربة فكثر ثلث الحجر، وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا. ثم قال بسم الله وضرب ضربة أخرى فكسر أيضا ثلث الحجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذا. ثم قال بسم الله وضرب ضربة أخرى فقلع صلى الله عليه وسلم بقية الحجر، ثم قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. طيب سيدنا النبي في غزوة الخندق، هذه الغزوة اللي كان الصحابة الواحد فيهم ما بيقدرش من شدة الخوف يروح يقضي حاجته، هذه الغزوة الموصوفة في سورة الأحزاب، وتستشعر وأنت تقرأ الآيات مدى خوف الصحابة رضي الله عنهم وشدة رعبهم من هذا التجمع الكبير حول المدينة لإبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. ومع ذلك في عز الأزمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الخير ويحمل البشريات لأصحابه صلى الله عليه وسلم. فيا أخوانا، هذه الآية التي معنا اليوم تعلمنا هذا المعنى، هو معنى أن المسلمين عليهم ألا ييأسوا من روح الله سبحانه وتعالى، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فطول ما في رب، طول ما في أمل، طول ما ربنا موجود، يبقى إن شاء الله تعالى الخير سيأتي إن علم الله عز وجل في إتيانه الآن، أو ربما يؤجله سبحانه وتعالى لبعض الوقت إن علم أن هذا هو الخير. المهم إن احنا نكون متعلقين بالله غير يائسين. هذه الآية، قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، لابن كثير عليه رحمة الله يقول فيها في هذه الآية دلالة على أن الله عز وجل معز دينه وناصر رسوله ومظهر كلمته ومعلن أمره، أو معلن، نعم، ومعلن أمره صلى الله عليه وسلم. الدين بفضل الله سبحانه وتعالى أمره سيرتفع، يعني الدين لا نخاف على الدين بفضل الله، لأن الأمة الإسلامية تعرضت على مدار التاريخ لهجمات أشد بكثير من الهجمات اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي. لما تقرأوا عن أحوال المسلمين في الصين ولا الهند ولا غيرها ولا غيرها، يعني افعلوا الذي عليكم، افعلوا الذي عليكم. ما الذي علينا؟ نحن نوقن بأن وعد الله حق، ندعو لإخواننا اللي يقدر يعمل حاجة يعملها مع عدم اليأس. إحنا سمعنا عن المسلمين اللي في بلدان مختلفة، في البلاد التي وقعت تحت حكم الاتحاد السوفيتي وغيرها، وما زال الدين موجود بفضل الله تعالى. فهذا دين الله. الفكرة هي إنه إذا كان دين الله سبحانه وتعالى باقٍ، فأنا كمسلم أعمل على أن أكون ممن يبقي الله بهم الدين.
فأحفظ قرآن وحفظ قرآن، أحضر دروسي وعلم أولادي، أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، لأنه كده كده باقي بي أو بغيري. فأنا عندما أحضر وأتعلم وأعلم وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأتمسك فيكون سلوكي دعوة، كل هذا من عوامل إبقاء معاني الدين حية بين الناس. تعالوا نشوف ماذا قال الإمام السيوطي عليه رحمة الله تعالى عند حول أسباب نزول هذه الآية. قال: قل للذين كفروا ستغلبون. روى أبو داود في سننه والبيهقي في الدلائل من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزو بدر خرج منتصرا، تمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع اليهود وسيخطب فيهم صلى الله عليه وسلم ليحذرهم، وقال: يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشا. طبعا كلام سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هنا مش معناه إجبار على الإسلام، بدليل إن هم بقوا بعد ذلك على اليهودية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لهم: إن لم تسلموا فخسارة الدنيا والآخرة، أو كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لهم: إياكم أن تعارضونا أو إياكم أن تحاربونا حتى لا يصيبكم ما أصاب القرشيين فتخسرون الدنيا ثم تخسرون بعد ذلك الآخرة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرهم من التلاعب، لأن اليهود معروفين إن هم من ضمن أخلاقهم الغدر والخيان. فالنبي هنا مش بيقول لهم: يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم، مش معناه بيقول لهم: أسلموا إلا قتلتكم، لا، ليس معناها هكذا، لا يكره في الدين، لكن معناها احذروا الخيانة وإلا تخسرون الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كان يعيش مع صلى الله عليه وسلم مع اليهود وفق مواثيق وعهود، إن الجميع يدافع عن المدينة، إن الجميع يعيش في المدينة بسلام دون غدر ولا خيانة، والنبي طول الوقت يؤكد عليهم على عدم الغدر والخيانة. وطبعا طبعهم غلب تطبعهم، فكان اليهود كان المدينة فيها ثلاث عائلات أو ثلاث قبائل من اليهود: بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، وكلهم أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى خلصت المدينة للمسلمين بسبب غدرهم وخيانتهم وعدم التزامهم بالعهود والمواثيق كما هي عادتهم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لهم: نحن أصحاب شوكة الآن فأحذركم من الخيانة. فقالوا: يا محمد لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال. شوفوا بقى أخوان، اليهود في الحرب والقتال أجبن من العرب من القرشيين، لكن اليهود بطبيعتهم أهل دعاية وإعلان، يعني بيعملوا من الحبة قبة، يعني يحبوا ينفخوا في قدراتهم. طيب، والأحداث التاريخية سواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما بعدها بتبين وتبرهن على هذا. فهم أهم قدام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إيه؟ يعني اتكلموا كلام قال يعني إيه؟ إحنا محدش هيقدر علينا، إذا كنت قدرت على الغلابة بتوع قريش دولت فإحنا غيرهم. فقالوا: يا محمد لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال. والواقع يا أخوانا أن العرب أشطر في القتال وحمل السيوف من اليهود، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم أخرج هؤلاء اليهود من المدينة، وبعضهم مش أجلها عن المدينة بس، ده أجلها عن الجزيرة العربية كلها، حكم عليهم النبي أنه ما يعودش في الجزيرة العربية خالص، يروحوا الزراعات في الشام، وما يدروش يتكلموا قدام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فهم أهل كلام،
المسلم ضعيف الإيمان هو الذي يخشى من كلامهم، لذلك الله عز وجل يقول: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. إحنا ما بنتخضش من الكلام، المسلم الثابت الواثق من ربه ما بيخافش من الكلام. فهو هيقول لك: يا محمد لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش كانوا أغمرا لا يعرفون القتال، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا، يعني إحنا أهل القتال، أن نحن الناس يعني إحنا أهل القتال، وأنك لم تلق مثلنا يعني في القوة والشدة والبأس. وربما أيضا نقول إن الذي جرأهم هذه الجرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين إنه بدر كانت أول معركة، فما كانش برضو لسه اتعرفت قدرة وقوة ومدى تضحية المسلمين ومدى محبة المسلمين للدين واستعدادهم للتضحية من أجله، فما كانتش برضو الأمور ربما ظهرت، فربما شجعهم هذا على أن ينطقوا بهذا الكلام. طيب لما نطقوا بهذا الكلام غير المؤدب مع رسول الله، لاحظوا أن هنا هم بيتعاملوا مع الرسول بندية لأنه هو لا يعتبرونه رسولا لهم، وإنما التعامل هو تعامل دنيوي بحت، يعني محمد صلى الله عليه وسلم هو زعيم غير اليهود في المدينة وإحنا عندنا زعماءنا من اليهود، فالتعامل هنا إيه؟ بندية، لذلك من الطبيعي أن يخرج منهم هذا الكلام. فأنزل الله تعالى: قل أمر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد يا رسول الله لليهود، قل للذين كفروا. للذين كفروا هنا يراد به خصوص ماذا؟ اليهود الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أكثر من مرة عندما ذهب إلى المدينة. قل للذين كفروا ستغلبون. ودي بشرة من الله سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى سيكون مع نبيه ومع المؤمنين أبدا. ستغلبون في معارك الدنيا التي تكون بيننا وبينكم كما غلب المشركون في بدر، ستغلبون وتحشرون وسيجمعكم الله عز وجل في الآخرة وتساقون إلى النار وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. المهاد الفراش، يعني وبئس ما مهدتموه لأنفسكم أن اخترتم النار على الجنة. ثم يقول وأخرج ابن المنذر طبعا الآيات إلى قوله لأولي الأبصار: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، قد كان لكم آية عبرة في فئتين التقتا، أهل الإسلام وأهل الكفر يوم بدر، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، إن هم القرشيين، يرونهم مثليهم رأي العين، يعني المسلمين الكفار يرون المسلمين كأن المسلمين أضعاف، يعني أدخل الله سبحانه وتعالى الرعب في قلوب الكفار مع أن المسلمين كان عددهم أقل، لكن كان المسلمين في عين المشركين في هذا الوقت كأنهم أضعاف مضاعف، يرونهم مثليهم رأي العين. والله كانت رؤية بصرية حسية كمان، مش حاجة وهمية، يعني كسر الله المسلمين في أعينهم ليدخل الرعب في قلوبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب. يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. النصر هو الله، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، يعني لأصحاب العقول والبصائر. قال: وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال: فنحاس اليهودي يوم بدر. فنحاس كان واحد من زعماء اليهود أو من اليهود، وله حكايات كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنحاس اليهودي يوم بدر: لا يغرن محمدا أن قتل قريشا وغلبها، إن قريشا لا تحسن القتال. فنزلت هذه الآية: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم
وبئس المهاد. فإذا خلاصة المسألة إن حضراتكم بنتعلم من هذه الآية إنه مهما يعني توالت وتتابعت علينا الأحداث المختلفة، فعلينا أن نثق بأن الله سبحانه وتعالى متم نوره وناصر نبيه صلى الله عليه وسلم. إحنا ما علينا إلا إن إحنا نكون ممن ينصر الله سبحانه وتعالى بهم الدين ويعز بهم الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى وإياكم أن يستخدمنا ولا يستبدلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.